التحالف الوطني يطلق اليوم حملة إيد واحدة لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً. مصر تتمسك بضرورة الوصول لصيغة اتفاق للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات إلى القطاع. وانطلاق دورة باريس الأولمبية وسط إجراءات أمنية مشددة بعد عمليات تخريب لقطارات فرنسا. السادسة صباحا، الثالثة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم، وبداية مع الزميلة جاكلين ماهر. إليك جاكلين وأهلا بك. أهلا بك دينا، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام. والبداية، يطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اليوم بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري حملات تنموية شاملة بعنوان إيد واحدة لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا. وتهدف الحملات لتوفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدا على الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا. في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلات الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقا، أعلنت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ووزارة التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري إطلاق حملات تنموية شاملة بعنوان إيد واحدة اعتبارا من اليوم السبت. تهدف الحملات لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، تهدف لتوفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدا على الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا. أعلنت مؤسسة حياة كريمة انطلاق مرحلة استثنائية من مبادرة سبيل من خلال توزيع 10,000 وجبة ساخنة في الأسبوع الأخير من شهر يوليو. وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن ذلك يأتي في إطار حملة إيد واحدة والتي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري. وأضاف البيان أن توزيع 10,000 وجبة ساخنة يأتي ضمن محور الدعم الغذائي، حيث يتم توزيع الوجبات في 36 دار مسنين و125 دار أيتام في محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية. هذا ويشارك 850 متطوعا من حياة كريمة في تعبئة الوجبات داخل المطابخ، وكذلك توزيع الوجبات على مختلف دور الأيتام والمسنين. تطلق وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري حملات تنموية شاملة بعنوان إيد واحدة اعتبارا من اليوم السبت لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا. يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر استحقاقا. وتهدف الحملات إلى توفير الدعم
الغذائية والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدا على الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا. وفي سياق متصل، يعلن الهلال الأحمر المصري بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة حياة كريمة إطلاق حملات تنموية شاملة بعنوان إيد واحدة، اعتبارا من اليوم السبت، لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا. وتهدف الحملات لتوفير الدعم الغذائي والدعم النقدي وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية، حيث تأتي هذه الحملة كجزء من الاستراتيجية المشتركة والتكامل بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدا على الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا. تستهدف حملة إيد واحدة توفير الدعم الغذائي والنقدي لنحو 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا. المزيد عن الحملة نتابعها في العرض التالي والزميل كريم الخولي. أهلا ومرحبا بحضرتكم. تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وفي إطار الجهود المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجا، أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن إطلاق حملة تنموية شاملة بعنوان إيد واحدة، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة حياة كريمة والهلال الأحمر المصري. الحملة تستهدف توفير الدعم الغذائي والنقدي لنحو 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا، وتوفير الخدمات الصحية وتقديم البرامج التوعوية في مختلف المحافظات. كما تعد هذه الحملة جزءا من الاستراتيجية المشتركة بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، وتأكيدا على التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتقديم كافة أنواع الدعم للأسر الأكثر احتياجا. إطلاق حملة إيد واحدة تأتي تأكيدا على نجاح التحالف الوطني للعمل الأهلي ومؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في توحيد جهودهم لضمان مشاركة فعالة للجميع وضمان استمرار ودعم الجهود المبذولة لدعم الأسر الأكثر احتياجا في مصر، وذلك في ظل وجود نهج تشاركي بين المؤسسات لتوجيه الدعم على مختلف الأصعدة. إطلاق هذه الحملة لم يكن الأول من نوعه، فقد سرع التحالف الوطني للعمل الأهلي بإطلاق العديد من المبادرات وفي مقدمتها قافلة ستر وعافية لتقديم الدعم للفئات الأكثر استحقاقا، ليشمل الدعم النقدي والغذائي والإمداد بالمستلزمات الدراسية، وذلك تماشيا مع خطة الحماية الاجتماعية للتحالف الوطني لدعم الأسر الأكثر احتياجا بجميع المحافظات، وذلك لتخفيف حدة الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030. وسبق أن أطلق التحالف الوطني أيضا مبادرة كتف في كتف لدعم الفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية وما سببته من تداعيات على سلاسل الإمداد والغذاء عالميا وليس على المستوى المحلي فقط، حيث استهدفت المبادرة توزيع صناديق مواد غذائية على الأسر الأكثر استحقاقا. دور مهم لمؤسسات المجتمع المدني تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ليس على الصعيد الداخلي فقط، بل امتد لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك للتخفيف من حدة المعاناة. وتعد المساعدات المصرية هي الأكثر حتى الآن مقارنة بالدول الأخرى. مشاهدينا الكرام، كان هذا عرضا موجزا لإطلاق حملة إيد واحدة لدعم 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجا. شكرا لكم على المتابعة.
قال مصدر رفيع المستوى إنه سيتم عقد اجتماع رباعي يجمع المسؤولين المصريين مع نظرائهم الأمريكيين والقطريين بحضور رئيس المخابرات الإسرائيلية بروما غدا الأحد. وأضاف المصدر أن اجتماع روما يأتي في إطار استمرار جهود الوسطاء للوصول لاتفاق هدنة بقطاع غزة. وأكد المصدر رفيع المستوى أن الوفد الأمني المصري يشارك في اجتماع روما بحضور قطري وأمريكي وإسرائيلي لبحث تطورات مفاوضات الهدنة في قطاع غزة. وأشار المصدر رفيع المستوى إلى أن مصر أكدت لكافة الأطراف المشاركة في اجتماع روما تمسكها بضرورة الوصول لصيغة اتفاق تقضي بالوقف الفوري لإطلاق النار وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وحرية حركة المواطنين والانسحاب الكامل من منفذ رفح. حذرت الأمم المتحدة من أن مشاريع القوانين الثلاثة التي أقرتها الكنيسة الإسرائيلية المتعلقة بوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا تقوض أسس القانون الدولي والمعايير متعددة الأطراف وستكون لها عواقب وخيمة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية بطلب من الجزائر والصين وروسيا لمناقشة الوضع الإنساني في غزة. قالت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا إن المعاناة في قطاع غزة آخذة في التصاعد رغم تبني مجلس الأمن الدولي عدة قرارات تهدف إلى إنهاء الحرب. وأكدت في كلمة لها عبر الفيديو أن إيصال المساعدات الإنسانية لا يزال مهمة مستحيلة في ظل استمرار العمليات العسكرية وانعدام الأمن والخروج على القانون. وخلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن نوهت نائبة المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا بأن معاناة المدنيين بالقطاع المحاصر تزداد يوميا. الأونروا العمود الفقري للإسلام الإنسانية في غزة ولكنها تواجه الكثير من التحديات. غزة محطمة وخطر حرب إقليمية أوسع يلوح في الأفق. في الوقت ذاته تتعرض الوكالة لهجوم غير مسبوق بما في ذلك التهديد الوشيك بطردها من القدس الشرقية المحتلة وتصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل البرلمان الإسرائيلي. حيز العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يتقلص يوما تلو الآخر. هذه التطورات تتطلب اهتماما ملحا وتحركا من المجلس. سيدي رئيس، لمدة 10 أشهر والفلسطينيون يعيشون في معاناة لا يمكن تصورها، يعيشون في حزن وبؤس. أكثر من 2 مليون شخص في غزة عالقون في كابوس لا نهاية له من القتل والدمار على مستوى غير مسبوق. حياتهم يهيمن عليها الخوف والعطش والجوع والمرض والتجريد من الإنسانية وغياب النظافة الصحية والتشريد المتكرر. دعا نائب المنسق الأممي لعملية السلام خلال جلسة مجلس الأمن إلى ضرورة وقف الحرب في قطاع غزة قائلا إن المدنيين في القطاع يواجهون معاناة كبيرة فيما تفتقر الوكالات الأممية إلى البيئة الآمنة لإيصال المساعدات. مطالبات الأمم المتحدة كررها الأمين العام ومدراء الوكالات المختلفة في الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر. المطالبات كالتالي: أولا وقف لإطلاق النار، ثانيا القدرة على إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة تماشيا مع المبادئ الإنسانية، ثالثا إطلاق سراح الرهائن بشكل فوري ومن دون شرط أو قيد. هذه الطلبات ليست جديدة وليست مستحيلة. اسمحوا لي بأن أتشاطر معكم بعض الأصوات من غزة. في المكان الذي أحتمي فيه أسمع صوت النساء يبكينا ويستنجدنا طوال الليل. نحن نستيقظ كل يوم ونبحث عن الغذاء والمياه. كأم أنا مجبرة على مشاهدة طفلي وهو يتضور جوعا ويبكي طوال الليل. نقول الحرب أن تتوقف ونحلم باليوم الذي سيسمح لنا بالعودة إلى ديارنا في الشمال. لم أتمكن من الاستحمام لمدة 4 أشهر. كان علينا أن نقص شعرنا بسبب القمل وعدم توفر لوازم النظافة الصحية.
تلك أمثلة لما قاله النساء عندما زرت دير البلح في غزة في 9 يوليو. كلهن تحدثنا عن غياب الأمن والخصوصية والكرامة في المخيمات المكتظة. الكثير من النساء قلنا إنهن يفكرن في الانتحار وقمة المعاناة، خاصة كأبوين، هي عدم القدرة على حماية الأطفال. ومع استمرار حالة النزوح القسري داخليا لكافة سكان قطاع غزة تقريبا، لم تعد المساعدات الإنسانية المتوفرة كافية لتغطية احتياجات موجات النزوح المتكررة. رحلة من البؤس لا تنتهي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي. نزح خلالها 9 من كل 10 أشخاص قسرا داخل القطاع. وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أشارت إلى أن العائلات النازحة تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة. أونروا أكدت أنه في ظل عدوان الاحتلال المستمر والقصف المتواصل على كافة أرجاء القطاع، فلم يعد أي من تلك الأماكن التي يلجأ إليها النازحون آمنة. ومع استمرار حالة النزوح القسري داخليا لكافة سكان قطاع غزة تقريبا، لم تعد المساعدات الإنسانية المتوفرة كافية لتغطية احتياجات موجات النزوح المتكررة. وحذر برنامج الأغذية العالمية من أنه أصبح مضطرا لتقليص الحصص الغذائية المقدمة للنازحين في ظل محدودية مخزونات الغذاء والإمدادات الإنسانية في وسط وجنوب قطاع غزة. وفي ظل انتشار الأمراض المعدية جراء نقص المياه الصالحة للشرب والدواء وكذلك انهيار نظام الصرف الصحي، أثارت المؤشرات حول ظهور فيروس شلل الأطفال قلقا أمميا متناميا خشية تفشي هذا الفيروس على نطاق واسع في القطاع. وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن اكتشاف فيروس شلل الأطفال في غزة تطور خطير، مؤكدا أنه يمكن السيطرة عليه عبر وقف إطلاق النار وزيادة تدفق اللقاحات. وأشار لازاريني إلى رصد 6 عينات لشلل الأطفال من النوع الثاني في أجزاء من غزة وفقا لمنظمة الصحة العالمية. جدد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيه بوريل دعوته لوقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة. وخلال مشاركته بالاجتماع الوزاري لدول الاتحاد الأوروبي ورابطة دول جنوب شرق آسيا آسيانا، قال بوريل إن أعضاء الرابطة الأسيوية يدينون بشدة ما حدث في غزة، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاتحاد الأوروبي أحد أبرز داعمي السلطة الفلسطينية، وأكد على ضرورة التعاون مع دول آسيان لدعم حل الدولتين، الأمر الذي من شأنه تأمين السلام الدائم. استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون في قصف الاحتلال الإسرائيلي محيط فندق الأمل غرب مدينة غزة. وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين بمحيط فندق الأمل، ما أدى إلى ارتقاء شهيدين وإصابة آخرين، كما استشهد فلسطيني وأصيب 3 آخرون في قصف طيران الاحتلال المسير دراجة هوائية قرب شارع أبو حصيرة غرب مدينة غزة. كذلك قصفت مدفعية الاحتلال المناطق الغربية لمدينة غزة. لجأ مئات الفلسطينيين إلى منشأة في غزة كانت تستخدم سجنا لاحتجاز القتلى واللصوص في وقت سابق، بعد أن تسبب القصف الإسرائيلي في تشريدهم وعدم وجود مكان آخر يذهبون إليه. المزيد التقرير التالي نتابع. من أكبر سجن مفتوح إلى أكبر مقبرة مفتوحة بالعالم، هكذا أضحى قطاع غزة جراء حرب الاحتلال المستمرة منذ 7 أكتوبر الماضي. وبعد أن تسبب القصف الإسرائيلي في تشريدهم وعدم وجود مكان آخر يذهبون إليه، لجأ مئات الفلسطينيين إلى منشأة في غزة كانت تستخدم سجنا لاحتجاز القتلى واللصوص في وقت سابق. والله مشينا من شارع 5 من السطر الشرقي هذا اللي هون،
بس كانت صعوبة لأنه كان في ناس جرحى كتير على الأرض، ما قدرنا نسعف حدا ولا حدا يسعفنا، المهم كل واحد طلع بنفسه يفر بنفسه هو وأولاده. وعنينا والله، يمكن قعدنا يوم كامل لما استقرنا في مكان. أول شيء قعدنا تحت شجرة يوم كامل لما لقينا مكان في السجون اللي هين، لما استقرنا مكان لقينا مصلى وقعدنا فيه حتى نقعد أنا وأولادي، نصر حالنا تقريبا من الشمس والأشعة الشمس الحارة طبعا. ويتوفر غرف السجن لمئات الفلسطينيين الحماية من أشعة الشمس الحارقة، ولكنها غير مجهزة على الإطلاق للمعيشة. هذا اللي احنا لقينه اصلا، يعني وين نروح؟ فيش مفر تاني. هاي المأوى، لا معنا خشب ولا معنا نايلون نقعد فيه ولا في مكان تاني اساسا امن، ولا حتى الان اصلا احنا مش مستقرين فيه كمان. الحمد لله وهينا قاعدين زينا زي الناس، حالنا حال الناس. جوزي جريح، عنده الكليه رايحه عنده، الرئه على رئه واحده، عايش هالكوا قاعد على الرمل، لا له فرشه ولا له حرام ولا له حاجه، مش قادرين نوفر اي شيء. وبعد أن ناموا في العراء على أرضية رملية، وجدوا ضلتهم في هذا السجن بين الأنقاض والثقوب التي تملأ جدران المباني التي خلفها العدوان الإسرائيلي. هي سادس مرة ننزح، كانت رحلة صعبة جدا والله، شفنا الموت في الطريق والله العظيم، ما توقعنا 0% أنه نوصل هنا إحنا طيبين، كنا ميتين وإحنا ماشيين في الطريق. ليش؟ مش هذا حرام اللي بيصير فينا؟ إحنا إيش ذنبنا؟ إحنا يا الشعب والأطفال هذول إيش ذنبنا؟ لا حرام اللي بيصير في الأطفال وفي الشيوخ وفي المخاتير، حرام اللي بيصير فيه. ويقول فلسطينيون وكثيرون منهم نزحوا عدة مرات بالفعل، إنه لا يوجد مكان في غزة يخلو من القصف الإسرائيلي الذي حول أجزاء كبيرة من القطاع إلى أنقاض، حيث دمرت أحياء بأكملها ضمن حرب الإبادة التي يشنها على غزة. تتواصل رحلات نقل المواطنين من القاهرة والإسكندرية لمدينة العلمين الجديدة، كما أعلنت وزارة النقل عن توفير العديد من الأتوبيسات الداخلية بمدينة العلمين الجديدة لنقل المواطنين إلى المناطق الخدمية، ولربط أماكن مهرجان العلمين الجديدة بجميع المناطق الحيوية بالمدينة. ومن منطقة سيدي جابر تنطلق يوميا رحلتان للتوجه إلى مدينة العلمين الجديدة، الأولى الساعة 8 صباحا والعودة في الرابعة عصرا، للتوجه إلى الشاطئ المجاني الذي خصصته الشركة المتحدة للمواطنين للاستمتاع بشاطئ العلمين الجديدة السياحي. والرحلة الأخرى تنطلق الساعة 4 عصرا والعودة الساعة 2 صباحا، وذلك لرواد الحفلات الغنائية التي تقام في ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة. احنا عندنا رحلتين بإذن الله يوميا، 8 لربع الصبح ننزل العلمين الجديدة إن شاء الله، 8 لربع الصبح و4 العصر، والاثنين دول بيردوا، واحد بيرجع الساعة 4 العصر، فاهم ازاي؟ ده للشاطئ المفتوح، واللي بيرجع بيطلع 4 العصر بيرجع الساعة 2 الفجر، ده عشان اللي الحفلة اللي هناك بإذن الله إن شاء الله أو المهرجان العلمين ده، بيرجع يكون الناس قضت رحلتها بإذن الله إن شاء الله. وطبعا احنا طبعا زي ما الناس كلها عارفه، في ظل توجيهات السيد الرئيس وبالنسبه للعالمين بقت على الخريطه السياحيه دلوقتي. الصراحه انا كنت شفت الاعلان بتاع وزاره النقل انه في باصات هتبتدي تتحرك تروح العالمين، فانا الصراحه كنت انترستد قوي ان انا اجرب واروح واشوف هناك المهرجان والشاطئ اللي هناك، فالصراحه هي ان شاء الله تبقى تجربه ظريفه قوي. يقام اليوم السبت في مهرجان العلمين الجديدة حفلا للمايسترو هاني شنودة وفرقة المصريين بالتعاون بين وزارة الثقافة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. وأعرب المايسترو هاني شنودة عن سعادته بالمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، مؤكدا أن هذا الحفل سيكون فرصة لإعادة إحياء ذكريات جميلة لدى الجمهور مع إعادة شمل فريق المصريين. كما سيشارك الفنان أمير صلاح من فرقة بلاك تيما في هذا الحفل.
أفاد مراسلنا بمصرع شخصين وإصابة 3 آخرين جراء انهيار عقار مكون من 5 طوابق بمدينة المحل الكبرى بمحافظة الغربية. وأوضح مراسلنا أن قوات الحماية المدنية تواصل جهودها لانتشال أي ضحايا ومصابين آخرين أسفل العقار. من جانبه وجه محافظ الغربية أشرف الجندي بإخلاء العقار المجاور للمنزل المنهار وتشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار لبيان مدى تأثرها من الانهيار. أقيم في العاصمة الفرنسية حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وسط إجراءات أمنية مشددة. جرى الحفل على ضفاف نهر السين الشهير في باريس، حيث لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية لا يقام الحفل الأولمبي داخل ملعب. وتضمن حفل افتتاح الأولمبيات أسطولا من الزوارق تحمل ما يقرب من 7000 رياضي في النهر بالقرب من بعض المعالم الأكثر شهرة في باريس. وتستمر فعاليات الأولمبياد حتى 11 من أغسطس المقبل. اختتم المنتخب الأولمبي تدريباته في مدينة نانت الفرنسية استعدادا للقاء أوزبكستان في 6 مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسة الجولة الثانية للمجموعات الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. شارك في التدريبات جميع اللاعبين وفي مقدمتهم أحمد نبيل كوكا الذي تم تأهيله وأصبح جاهزا تماما للمشاركة طبقا لرؤية ميكالي المدير الفني من الناحية الفنية. تصدر فريق الأهلي جدول الدوري الممتاز لكرة القدم بعد فوزه الثمين على مضيفه المصري البورسعيدي بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية والمؤجلة من الجولة 18 للمسابقة. أحرز هدف الأهلي والمباراة الوحيد لاعبه الفلسطيني وسام أبو علي بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 62، ورفع الفوز رصيد الأهلي إلى فوزه الأهلي رفع الأهلي رصيده في الفوز إلى 69 نقطة ليتصدر جدول الدوري لأول مرة بفارق المواجهات المباشرة عن بيراميدز، فيما توقف رصيد المصري عند 52 نقطة في المركز الثالث. فقد بيراميدز نقطتين ثمينتين في صراعه على صدارة الدوري الممتاز بتعادله الإيجابي مع مضيف الزمالك بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في لقاء مؤجل من الجولة 18 من الدوري الممتاز لكرة القدم. التعادل هو السادس هذا الموسم لبيراميدز ليرفع رصيده إلى 69 نقطة من 30 مباراة ويفقد صدارة الدوري لصالح الأهلي والذي وصل لنفس عدد نقاط بيراميدز بعد فوزه على المصري البورسعيدي. وفي المقابل حقق الزمالك التعادل السابع في الدوري ويصبح رصيده 46 نقطة في المركز الخامس من 28 مباراة. ختام النشرة ولكم تذكرة بأبرز ما جاء بها من عناوين. التحالف الوطني يطلق اليوم حملة إيد واحدة لخدمة 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً.
ومصر تتمسك بضرورة الوصول لصيغة اتفاق للوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ودخول المساعدات إلى القطاع. انطلاق دورة باريس الأولمبية وسط إجراءات أمنية مشددة بعد عمليات تخريب لقطارات فرنسا. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكي آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا على طيب المتابعة، تقبل تحية زميلة دينا سلامة وأنا جاكلين ماهر. إلى اللقاء بإذن الله.